اخطاء قد ايه الكابتن جهاد جريشه الحكم المحترم اللي كلنا وقفنا معاه كمصريين، الحكم المحترم هو راجل محترم جدا بالمناسبه، جدا 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 يعني، ولكن ان انت تظلم النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذا المنظر. الاهلي والرجاء ضربه جزاء غير صحيحه، انزل يا سمير لو سمحت لو جاهز. الاهلي والداخليه هدف صحيح ملغي للنادي الاهلي، دي الرجاء اهي اول حاجه اهو، دي اتحسبت ضربه جزاء يا جماعه، دي اتحسبت ضربه جزاء، كابتن جهاد جريشه حسبها ضربه جزاء واعترف بعد كده ان هي مش ضربه جزاء يعني. اهو بصوا حضراتكم شايفين؟ طيب الاهلي والداخليه هدف صحيح ملغي للنادي الاهلي، لماذا تم الغاء هذا الهدف؟ محدش عارف لغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، محدش عارف. الكابتن جهاد جريشه طبعا دي اوفسايد يعني، هتبان بقى بعد كده ان هي خطا اهو. اوفسايد على مين؟ اوفسايد على مين؟ تاني والنبي رجعها لي تاني واحده واحده اهو. بصوا حضراتكم سيد اللاعب اللي هو الاخير مين اللي ورا ده؟ 23 ده محمد نجيب جاب جون وهو جاي من ورا واتحسبت عليه اوفسايد. مباراه الاهلي والاسيوطي اللي احنا جبناها لحضرتها لكم امبارح دي، اما رجع الكوره، الكوره جون رجعها الكابتن جهاد جريشه وحطها وقال لك ده فاول للنادي الاهلي. يا كابتن جهاد ده انت استاذ في الحاجات دي، المفروض يعني ما تحسب الكره جون، فاول على مين؟ ولا صفرت ولا عملت فاول لمين؟ اهلي ايه؟ فين اتاحت الفرصه هنا؟ بصوا حضراتكم هو فاول على مين ولا لمين ولا ازاي ولا انا مش شايف فيها فاول اساسا. طب الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والاسماعيلي وطرد غير صحيح لوائل جمعه. بص كابتن جهاد، كابتن جهاد بصوا بقى ماتش اللي جاي، ماتش الاتحاد، اتحاد السكندري ده على ده يا دوبك يا جماعه، ده اللي لحقنا نجيبه، ده فيه كتير، ده فيه كتير. ما طردش مدافع الاتحاد وهو بص اهي باينه، بصوا بصوا، ولم يتم طرده كابتن جهاد جريشه برضو اهو. في حاله تانيه في نفس الماتش حسام غالي طرد حسام غالي، اتفضل. خلينا نروح لماتش الاسماعيلي برضو، هدف صحيح 100% لوليد ازارو. برضو حد يقول لي يا جماعه هو الهدف ده اتلغى ليه؟ حد يقول لي اهو. فاول على مين؟ فاول على مين؟ على اجاي؟ ازاي فاول؟ ازاي ماتش الجونه لما طرد سعد سمير؟ هو دايما الكابتن جهاد جريشه تخصص طرد لعيبه الاهلي، تخصص لطرد لعيبه النادي الاهلي. بعد الفيديو ده تعالى لي يا سيدي، على فكره ده اللي لحقنا نجيبه يعني، ده اللي حاولنا ان احنا نوريه لحضراتكم ان هناك اخطاء كثيره جدا ضد النادي الاهلي وطرفها طرف واحد هو كابتن جهاد جريشه. بالمناسبه هل حضراتكم من امبارح للنهارده سمعتوا حد بيتكلم على طرد ايمن اشرف من امبارح للنهارده داخل قناه النادي الاهلي؟ محدش اتكلم نص كلمه. ليه؟ مقتنعين ما عندناش اي مشكله، ايمن اشرف يستحق الطرد في الكورتين، انذار في انذار يستحق، محدش قال حاجه. ولكن المساواه في الظلم عدل، حتى لو ظالم النادي الاهلي وظلمت بيراميدز استخدم نفس المعيار يا كابتن، يا كابتن جهاد. واخر حاجه انا بس عشان استقبل ضيوفي عايز اوصلها للكابتن جهاد جريشه وهو سؤال مباشر. كابتن جهاد هل انت راضي عن نفسك وعرفت تنام كويس امبارح بعد نهايه اللقاء ولا لا؟ هل عرفت تنام كويس يا كابتن
امبارح بعد نهايه لقاء الاهلي والبيراميدز وهزيمه النادي الاهلي التي هي بعيده تماما عن الكابتن جهاد جريشه، وان احنا مش بنقول مبررات ولا الكلام ده خالص. انا بتكلم ان الكابتن جهاد جريشه كان له دور او جزء من الاسباب اللي ادت لهزيمه النادي الاهلي. فكل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، طبعا كل عمال يكلمني عايز يقول، بس لكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم يا جماعه، احنا لن نسلك هذا السلوك، لن نسلك هذا السلوك. مش هنروح نقعد نشتم في الحكام ونقول، احنا بنوضح حقائق دي من المباراه. بالمناسبه انا الحقيقه ما شفتهاش غير في صفحه الاهلي اليوم، الصفحه صفحه من الصفحات الكبيره للنادي الاهلي، صفحه الاهلي اليوم، شفت فيها اللقطه دي. انا ما كنتش واخد بالي منها بصراحه، شفتها. فالحقيقه يعني حاجات غريبه جدا بتحصل، والواحد مش عارف يقول ايه ومش عارف يعمل ايه.